هذا يعني بداية وادي حباب، يعني اللي وادي حباب بدء محافظات صنعاء، وهذه المواقعنا الأمامية في هذه الأماكن، والأبطال ثابتين في هذه المواقع. حرق وقت الشظايا وكسر انفجرت وطار منها شظايا، البعض منهم قبل المكان هذا سفر الصمح وخرج من قبل ثاني شظايا، بقى ثنتين شظايات واسعفنا اسعاف اولي بالمستوصف عندنا، ما بروح دكتور الا مساعد دكتور، خيط له قرر له علاج. اليوم الثاني رحنا العيد قالوا في دكتور جراح حقينا، والدكتور ما لهش طالب تعز تمام، قال رحنا له روحنا اخيرا طلعنا اليوم مستشفى خليفه، وكمان يعني جاء شظايا للسياره دخلها من القفص وخرجنا الفريم كسر الفريم، وقعدنا هنا سووا له العمليه وخرجوا ثنتين شظايا وقبسوا له العظم كمان مشروخ. هذا والقضيه من الصيف كما اخبرتك سابقا، هذا ما عندي. واسمه عمران مختار عبد الرقيب شايف من قوحان قدس. طبعا هذه سمتوي شظيه من 23 التابعه للميليشيا الحوثيه الغادره، تطلق على المواطنين في هيئه العبد. طبعا احنا مواطنين نازلين في امان، لكن الميليشيات يعني غادره تطلق علينا الذخائر الحيه على المواطنين بشكل عشوائي، على السيارات على الموتورات على كل شيء يتحرك. مواقف ولد الشيخ مواقف مخزية، وهو أتى قبل نص شهر وهذا وسمع كلمة الشعب اليمني أنه لا يريد ذهابه وإيابه إلى اليمن، وإنما هي رسالة هنا سنواصلها، رسالة تلو الإسارة، رسالة تلو الرسالة لولد الشيخ. اليوم جينا سلمية لولد الشيخ، يوم ثاني بيتغير، نضطر أنه يسحب واحد لا المطار صح. لقى اولاد الغنم هي ضاينه بعد يلا. الله. وش تفعل هنا؟ ها؟ وش اللهم له الحمد على الأمن والأمان، وأن احنا رجعنا بلادنا نرعى ونترعوى عزيزين شابعين راوين بعد ما دخل الجيش في البلاد، أمنها من الخوف ومن الحوثي. الحوثيين والعفاشيين، والآن شوف المنطقة آمنة وكل شيء فيها صار
صار جميل. والله نشوف كل احد عاد الى اهله المواطن يشعر الى بيوتهم. المعده التي ترونها امامكم هي كاسحه الغام. الاخ حمد بن محسن طعيزان الرجل الميكانيكي يعمل في المجال الزراعي وافاد المنطقه في الجانب الزراعي كثيرا، والرجل تعلق بعقله منذ الصغر بالعمل والانتاج لمصلحه الوزاريين والمواطنين في اي مجال. وعند حدوث الهجمه الميليشاويه الانقلابيه وعندما سمع ان هناك ما يزيد عن 35 لغم في محافظه مارب لوحدها فضلا عن بقيه محافظات الجمهوريه، التقى معي الاخ حمد وقال انا لدي فكره، لابد ان اعمل عمل انساني كبير باذن الله يكون عونا في هذا المجال ويكون مساعده للقوات المسلحه للجيش الوطني في مجال اختصاصه. فبدا يصنع هذه المعده التي ترى، هذه كاسحه الغام باذن الله تعالى، استطاع ان يجربها باذن الله واثر احد الالغام، والرجل جاء بالمعده الى هنا. انتظرنا الاخ رئيس الاركان كان مشغول في عمل خارج المحافظه حتى جئت الان، وهي الكاسحه امامك وسترها تنفذ باذن الله يعني بام عينك. الرجل يتقدم من خلالكم كرئيس اركان وانت من يمثل القوات المسلحه الان بعد القائد على القوات المسلحه، لكي ينخرط هذا العمل في اطار التصنيع الحربي للقوات المسلحه ويكون في هذا الاطار، لاننا لن نرضى باي عمل خارج هذا الاطار في المجالات وبالذات في المعدات العسكريه والحربيه. من باقي مع اللوغو؟ باقي واحد وش؟ اهلا بكم في الندوة التي يقيمها مركز ابعاد للدراسات والبحوث تحت عنوان القوة والقبيلة والانسان، سيناريوهات الحرب ومستقبل الانقلاب. الورقة التي سنقدمها هي من 6 نقاط. أولا، أهمية الانتصارات الأخيرة في الغيل وصر وحونة، استهداف السفن في لسفينة الأمارات والسفن والبارجات الأمريكية، أيضا جبهة تعز والأهمية والانتصار، وأيضا البيضاء. وكان هناك نقطة وأنا أرى أن عليه موضوع الهدنة وما هدنة، والتي قد توفت ورحمها الله في اللحظة الأولى. عن العنوان العام للورقة وهي مستقبل الحرب وخارطة ولد الشيخ وتداعياتها وتداعيات العملية السياسية والعسكرية. العنوان رائع وتفاجأت به اليوم، إلا أنه فعلا عنوان شامل ومهم جدا، يعني ذو الشقين. النقطة الأولى أهمية الانتصارات التي تحققت والتي ستتحقق، هي دائما ما ترفع من وتيرة وسقف العملية السياسية بالاتجاه الإيجابي. وبدون انتصارات ميدانية وبدون تفاعل عسكري على الميدان، حتما العملية السياسية تتعرقل وتواجه
عراقيل كثيرة. الانتصارات التي تحققت قد يقول البعض وربما الأغلب من السواد الأعظم أنه يعني وقت طويل يعني حتى أتت هذه الانتصارات في بعض المناطق المشار إليها. الصوت واضح، ولكنها بالحسابات العسكرية والميدانية من خلال الأكاديميين العسكريين والخبراء والقادة، هذه هي ليست يعني هي في الوقت المناسب والمخطط لها، لأن المعارك تدور في تضاريس صعبة، والحرب أيضا هي ليست رسمية. هناك يعني الحرب هي أساسا تدور مع العصابة، والتي لا يكون لها ثبات معين ولا اتجاه ثابت أيضا معين، دائما يعني في حركة من مكان إلى آخر. إلا أن الشيء المهم جدا الذي تحقق أن هذه الانتصارات، كان هناك انتصار في إعادة بناء الجيش الوطني، وأيضا بناء المقاومة أو تنظيم وإعداد المقاومة. طبعا عنوان الورقة التي سأقدمها هو الدور الذي يعني تطلع به أو ستقوم به قبائل طوق صنعاء في استعادة الجمهورية والدولة. طبعا عند الحديث عن قبائل طوق صنعاء أو عن القبائل اليمنية بشكل عام، يعني نرجع قليلا إلى الوراء لنرى بعض ما كتب عن تاريخ القبيلة اليمنية. طبعا القبائل اليمنية أو اليمن يعني تقوم على يعني منظومة قبلية تكاد تكون ما يقارب أو أكثر من 85% من عدد السكان قبائل، والنسبة البقية يعني أيضا هم قبائل نزحوا من المناطق الريفية إلى داخل المدن وشكلوا النسبة الأقل الذي هي 15% وأقل من 15%. عندما نأتي ننظر إلى تاريخ الدولة، دولة الأئمة أو الزيدية التي تسمى عند بعض المؤرخين، نجد أن هذه الدولة التي قامت منذ 889 ميلادية إلى 62 ما يقارب من أكثر من 1000 سنة، كانت هذه الدولة قائمة على القبيلة. كانت القبيلة هي المصدر الوحيد أو الأكبر في الاقتصاد بالزكوات والجبايات وغيرها، وكانت الدولة هي الجيش شبه النظامي للأئمة. استطاع الأئمة أن يعني يعرفوا تفاصيل القبيلة وما يؤثر فيها، وبالتالي استغلوها واستخدموها أسوأ الاستخدامات. فكان هنالك يعني عدة أمور استطاع الأئمة أن يخضعوا القبيلة بها، منها الرهائن التي كان يعني تؤخذ من كل قبيلة أبناء المشايخ، منها يعني أنه كان الإمام يعني يأخذ قبيلة ضد الأخرى ويعملوا ما يسمى بالخطاط، تجي قبيلة من حاشد على قبيلة من بكيل وتدخل ويقسموا في داخل القرى ويجلسوا لأكثر من يعني أيام أو أسابيع يعني يأكلوا ويشربوا داخل القبيلة، وهذا معروف عند الجميع. في حالة عصيان القبيلة للإمام يعني تسير قبيلة أو قبائل على هذه المنطقة، تهدم دورهم ويعني يسجن رجالهم ويقتلوا. استطاعوا الأئمة في خلافاتهم أو في قيام دولتهم الاعتماد الكلي على القبيلة.
الورقة التي سأقدمها هي بعنوان حقوق الإنسان في ظل الانقلاب. ستركز الورقة بشكل أساسي ورئيسي على الإحصائيات لانتهاكات وجرائم الميليشيات الانقلابية، ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي ارتكبتها في أغلب المحافظات التي اقتحمتها وسيطرت عليها والواقعة تحت سيطرتها. وستركز بشكل رئيسي على أبرز تلك الانتهاكات والجرائم وما تم أو ما استطاعت المنظمات والراصدين الحقوقيين من رصده أو توثيقه. بداية لابد من الحديث عن ما قامت به ميليشيات الحوثي أو منذ أن بدأت ميليشيات الحوثي بالتحرك مدشنة فصلا جديدا من الانتهاكات اللا إنسانية بحق اليمنيين. الحقبة الجديدة التي دشنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع والتي تعتبر أو أصبحت جزء من كينونة الإمامة التي أسقطتها ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. استغل الحوثيين المرحلة التي كانت تعيشها البلد أو ثورة 2011 والمرحلة الانتقالية ولتأسيس مرحلة جديدة وكهنوت مشبع بالانتقام من الخصوم والمعارضين، فأسقطوا أو أحلوا أكبر الأحزاب اليمنية التجمع اليمني للإصلاح ودشنوا الإعلان الدستوري وانقلبوا على السلطة. ترافق ذلك مع حظر أي نشاط للمعارضة، كانت فعاليات أو تظاهرات أو أي فعاليات حزبية، واعتقلت المعارضين وشردت بأسرهم لتمر البلاد بمرحلة هي أشد فجاجة من مرحلة الرئيس أو المخلوع علي عبد الله صالح.